العنف المجتمعي زاد في الفترة الأخيرة في مجتمعنا الأردني، وتحول لجرم مجتمعي واستسهال الاعتداء وإيذاء الناس في الشارع العام. عمليات سطو على بنوك في 3 أشهر، ومحال الصرافة ومحال تجارية وكازيات، حتى المساجد ما سلمت من الحرق بسبب مريض نفسي حسب المصادر الأمنية. وآخرها تعرضت طفلة عمرها 15 سنة للإيذاء بمشرط من صاحب أسبقيات أدى إلى تشويه وجهها رغم أنه قريبها كان معها. انتشار أصحاب الأسبقيات والقيود الجرمية صار مشكلة حقيقية بتهدد الأمن المجتمعي، ما بين إصلاحهم وتأهيلهم والقدرة على إعادة دمجهم في المجتمع وحرمانهم من عدم المحكومية ليبدوا حياة جديدة أو العودة للإيذاء دون حساب.